فقدنا رمز من رموز الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي. طبعا بنتقدم لكل أسرته بأصدق تعازينا وأكيد تعازي كل القائمين على النادي الأهلي وكل جماهيره كمان. يعني شخصية محترمة جدا، وهو طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان رئيس للإذاعة المصرية يعني من عام 97 ل 2001، وهو من مواليد 41 يعني توفي تقريبا وعنده 80 سنة، وأكيد احنا بنقدم خالص التعازي في رحيله. وكانت الجنازة كمان امبارح، وكابتن محمود الخطيب حرص على ان هو يكون متواجد ويشارك فيها. الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي زي ما كلنا عارفين أكيد رمز عظيم جدا من رموز يعني الرموز المصرية، وهو أيضا كان عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، وكان مجلس إدارة الأهلي زي ما حضراتكم شفتوا نعى الفقير على الحساب الرسمي للنادي. مرة تانية فقدنا أكيد رمز عظيم جدا، ولكن زي ما بنقول دايما يعني الشخص بيرحل ولكن التاريخ والأعمال بتبقى، فالله يرحمه. وأكيد يعني الإذاعة المصرية خسرت كتير جدا، وزي ما أنت قلت كده الأجيال القديمة اللي هي تربت بقى على يعني زي ما الكتاب بيقول بالظبط، الله يرحمه. صحيح. فعلا كان جيل دسم جدا يا هوندي، يعني كل اللي كان بيمتهن الصحافه او الاعلام كل اسم منهم على حده اتقل من الثاني. وبيني وبينك دي كانت تفاصيل المرحله دي، يعني كان عندك اي برنامج سواء اذاعي او تلفزيوني، انت عندك المذيع مقدم البرنامج من اقوى ما يمكن، الضيف من اقوى ما يمكن، وحتى المشاهدين كانوا ما يقولوش عنهم وعي وثقافه. انا بتفق معاك جدا، ويمكن انا كان ليا الحظ قبل كده ان انا استضفت استاذ حمدي في برنامج سابق يعني، وهو شخص بيتسم يعني كريم، ان هو يعني بيحب كمان كان الاجيال الجديده، مش من النوع الكلاسيكي اللي هو يكلمك ان احنا الجيل اللي ما فيش زينا، رغم ان هم فعلا على فكره جيل ما فيش زيهم. صحيح. لكن هو كان دايما كلامه حلو، وكان يشجعنا وكان يكلمنا بطريقه كده فيها نوع من يعني ايه الفخر، برضه هو يعني كان فخور بالاجيال دايما الجديده، ورغم طبعا ان اكيد في يعني الايجابيات والسلبيات في كل جيل، ولكن هو كان شخصيه فعلا اللي يعرفه كويس هو من الشخصيات اللي كانت بتدعم جدا الاجيال الجديده. الله يرحمك، شخصيه محترمه، ومره تانية بنعزي انفسنا جميعا.